اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الى حلقه جديده من برنامج المنصه. قبل ساعات قليله من الان اعلن عن انتهاء جولات المشاورات اليمنيه في ريمبو احدى ضواحي العاصمه السويديه ستوكهولم. خلاصه الجلسه الختاميه كشفت ان الطرفين لم يتوصلا الى اتفاق على تبادل الاسرى والمختطفين الذين بلغ عددهم 15,000 اسير ومختطف، سيتم تبادلهم في 19 من يناير المقبل، وستشرف اللجنه الدوليه للصليب الاحمر على عمليه التبادل. اما بخصوص فك الحصار عن تعز فلم يتوصل الطرفان لاي اتفاق باستثناء خفض التصعيد وتوفير ممرات امنه لادخال المساعدات. فيما يخص مطار صنعاء فلم يتم الاتفاق أيضا على آلية لفتحه أمام المسافرين نظرا لتعنت وفد الانقلابي نزاء المقترحات التي طرحها الوفد الحكومي. ملف الحديدة تم الاتفاق على تثبيت وقف عملية تبادل إطلاق النار فيها والانسحاب بشكل تدريجي. في حلقة هذا الأسبوع من برنامج المنصة سنناقش النتائج التي خرجت بها مشاورات السويد وإذا ما كانت على قدر تطلعات الشارع اليمني ومن المستفيد الأكبر من نتائج هذه المشاورات. نبدأ في استقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم بعد أن نشاهد التقرير التالي والذي يدور حول ملف تبادل الأسرى وعد الزميل ياسين تميمي. إنجاز جوهري في ملف الأسرى قبل النهاية المقررة لمشاورات ستوكهولم في 13 من هذا الشهر، فيما لا تزال بقية قضايا بناء الثقة تراوح مكانها رغم التدخلات المؤثرة لمكتب المبعوث الأممي في تأمين صيغ لحل هذه القضايا، لكنها لا تزال محل أخذ ورد حتى الآن. 16,000 أسير في القوائم المتبادلة بين الوفدين، 8,576 منهم تضمنتهم القوائم المقدمة من وفد السلطة الشرعية، ومن المقرر أن يتم إطلاق سراح جميع الأسرى في 20 من شهر يناير المقبل بواسطة اللجنة الدولية للصليب والهلال الأحمر الدولية. اتفق الطرفان في جلسة مباشرة بينهما على أن يكون مطار صنعاء وسيئون محطتين رئيسيتين لتبادل الأسرى تحت إشراف اللجنة الدولية وعبر طائرات التزمت اللجنة بتأمينها لنقل هؤلاء الأسرى إلى هاتين المحطتين. إنجاز كهذا بشر بنجاح جزئي ومهم لمشاورة ستوكهولم، لكن لا يزال الوفدان يواجهان صعوبة في قبول الأفكار المقدمة من مكتب المبعوث الأممي بشأن مدينة الحديدة ومينائها، في ظل تأكيد وفد الحكومة على التمسك بموقفه بشأن ضرورة تولي وزارة الداخلية في الحكومة الشرعية إدارة الأمن في المدينة وإدارة الميناء من قبل وزارة النقل مقابل إعادة تموضع المعسكرات داخلها بحسب خطة تعدها وزارة الدفاع، مع بقاء خيارات الحكومة مفتوحة بالنسبة للوضع في هذه المدينة بما لا يمس بالسيادة اليمنية ولا يخل بالمرجعية الثلاث وفي مقدمتها القرار 2216. الأمر ذاته بالنسبة لتحديد مصير مطار صنعاء الدولي وكذا الحصار المفروض على مدينة تعز، والذين لم يتوصل الوفدان إلى أي صيغة مشتركة بشأنهما، وسط أنباء تفيد بأنه سيجري الإعلان عن النتائج النهائية بشأن الحديدة وتعز ومطار صنعاء في اليوم الأخير من المشاورات، والذي سيعلن خلاله أيضاً عن مكان انعقاد جولة المشاورات المقبلة. التطور الأبرز الذي شهده اليوم السادس من المشاورات يتصل بإطار الحل السياسي الذي جرى تسليمه إلى وفدي المشاورات، ولم يكشف بعد عن التفاصيل الكاملة لمضمون هذا الإطار، لكن الوفد الحكومي شدد على أنه لا يمكن القبول بأي شرعنة للميليشيا وبأن لا يخرج الإطار السياسي عن المرجعية الثلاث للحل. مشاورات بصيغة مختلفة وبنتائج عملية، لكنها لم تلامس بعد القضايا الجوهرية ولم تقدم دليلاً قطعياً على أن اليمن قد يحظى بالسلام في غضون الفترة القليلة المقبلة. لدينا اتصال بسام الزيادي من المملكة العربية السعودية. أهلاً بك بسام. سامي. بسام، ما رأيك بما خرجت به مشاورات السويد؟ والله أنا وجهة نظري يعني الأساس أنهم ما تتم بالأساس، يعني ممكن وجهة نظر محيرة، لكن إحنا نعرف الجماعة الجماعات الدائمة الجهادية والانقلابية دائما مثل ما حدث مع داعش ومع أي جماعة أصلا هي تعتقد أنها أنها مرسلة، يعني أنه هي تنفذ توجيهات دينية، وهذه جماعات أصلا ما تقدر تخرج معها بحل إطلاقا. يعني المشاورات يعني عشرات السنوات وتتم مع هذه الجماعة بشكل مستمر.
طيب برأيك ما الحل ولا يعني؟ أي نتيجة لحد الآن. طيب هذه المشاورات هي الهدف منها أن تكون بداية مقدمة للمشاورات قادمة لإنهاء الحرب في اليمن، برأيك يعني ما الحل إذا كنت غير مقتنع بهذه المشاورات ونتائجها؟ كانت فقدت المشتركة نفس الفكرة ونفس الأهداف ونفس اتفاقية جديدة ومستقبل جديد وكلها. هذه الجماعة فقط أعتقد أنه الهزيمة العسكرية هي فقط من ستصنع السلام معها. طيب ألا بسام تم الاتفاق على مجموعة من النقاط خرجت به هذه المشاورات، هل تعتقد أنه سيتم الالتزام بها؟ أعتقد أنه ممكن مسألة الأسرى، طبعا أسرى مقابل معتقلين صحفيين ودكاترة وأطباء وكل شيء من البيوت تم اعتقالهم. طبعا هي مكلفة لكن بالأساس ممكن نأخذ هذه في من ناحية إيجابية، إنه بنفرق عن الناس يعني تم تعذيبهم بالسجون وكل شيء، ممكن هذه النقطة. أما بخصوص الحديدة، أعتقد الحديدة هي كانت جاهزة يعني حشد لها، تم حشد لها من قبل 5 أشهر، والسعودية والإمارات والجيش الوطني وكل القوة هذه وكل شيء، يعني تم تسليم الحديدة في وقت كانت هي بالأساس في قبضات الشرعية، يعني أيام فقط وكانت معهم، تم تسليمها ونسيان كل التضحيات التي تم تقديمها. شكرا لك. أما بخصوص تعز، لحد الآن يعني أي ملف موجود مع الحوثي هو مسيطر عليه، لم يتم الاتفاق على أي نقطة من خلاله. يعني الحديدة لأنه كان الملف أصبح بيد الشرعية وليس بيد الحوثي. قبل فترة تقريبا قبل سنة أو سنتين تم رفض الحوثي، رفض تسليم الميناء للأمم المتحدة. طيب أنت تريد أن تقول يا بسام أنه الملفات التي هي تحت سيطرة أو الكلمة الفصل فيها للحوثي لم يتنازل ولم يقدم تنازلات فيها، على عكس ربما الملفات الموجودة مع الشرعية. طيب برأيك لماذا الشرعية تقدم تنازلات؟ أكيد الشرعية عليها ضغوط دولية وعالمية وضغوط كمان على التحالف العربي، ضغوط كثيرة يعني، وضغوط التحالف العربي طبعا بعد ذلك يضغطوا على الشرعية بهذا الخصوص يعني. ولم تستطع الشرعية أصلا أن تلملم شتاتها، يعني لو كانت لملمت شتاتها من فترة يعني كانت استطاعت أن تحاور بمنطق قوة يعني وتفرض رأيها، لكن هذا كمان سبب فشل الشرعية، يعني الشرعية فاشلة في أشياء كثيرة يعني، وهذا السبب يعني بالأساس. يعني إذا لم تقدم أي شيء المجتمع سيقترح مقترحات ليست في مستقبلنا في شيء وسنرضخ لها. شكرا لك بالأساس. بسام شكرا لك. اتصال آخر من عدن، عزيز عثمان، أهلا بك عزيز. ألو عزيز، تقييمك لما خرجت به مشاورات السويد، هل نجحت أم فشلت؟ مشاورات السويد بدون نتائج فعليا باستثناء ملف الأسرى والمعتقلين، ولم يحدث أي اختراق فعلي في قضايا إنسانية مهمة مثل تعز والمطار والرواتب والحديدة. أما موضوع الإطار السياسي للمفاوضات فلم يتم الخوض فيه فعليا، وهذا يعني أن فرصة انعقاد مفاوضات فعلية بين طرفي الشرعية والانقلاب غير متاحة قريبا، إنما هو زمن يحتسب للتأخير أو للتأجيل أو لتطويل مرحلة الحرب التي يعاني ويلاتها المواطن أو الذي يتجرع كل ويلات هذه الحرب بمنتهى اللذة والانتقام من قبل الجهتين، بغض النظر عن أن الشرعية هي الشيء المنقذ من الطرف الانقلابي، لكن يبقى أن المواطن هو الذي يتحمل مآسي قطع الطرقات سواء طلوعا أو نزولا إلى عدن أو طلوعا إلى صنعاء. المواطن العادي هو الذي يتجرع ويلات الحرب بمكاسب ارتفاع غلاء الأسعار الفاحش، أحيانا يقال انخفاض الدولار أو ما انخفاض الدولار، هو يتحمله الإنسان العامل أو الكادح أو الفلاح أو المزارع الذي تتأثر معيشته الاجتماعية والاقتصادية، التي شرعية الفنادق مع احترامنا الشديد لمن يريدون أن يعودوا للدولة هيبتها للبعض مش كاملا، يعني لا يحسبون شيء يرتبط إجمالا في للوضع المعيشي للإنسان اليمني. ملف الأسرى الذي تحدثوا عنه كثيرا
وقبل أيام مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن أن الشرعية تطلب قائمة أسرى، مما يدل على أن الحوثيين يأخذون الأسرى ليس بالشكل الذي يتعلق في أصول الحرب من الجبهات، لكنهم يأخذون بعض الأسرى أحيانا من بيوتهم. كثير من الناس مغيبين عن أسرهم، مغيبين عن أهاليهم، لا تدري الشرعية أين هم، رغم أنهم قدموا أبنائهم في أسرى الجبهة وأبناء أعمامهم. أشياء كثيرة ممكن واحد يتكلم عنها، يعني مثلا قالوا اتفاق على انسحاب الحوثيين من الحديدة والميناء خلال 14 يوم. هل هذا سيجرى على الواقع؟ وما زالت القوارح خلال مشاورة السويد، زملاء كثير يعملون في الجبهة الغربية يتصلون على أن المعارك مستمرة والمواجهات مستمرة، وإنما هي استعادة نفس فقط لا غير. طيب أنت الآن شككت في نقطة وفي ملف الحديدة أنه ربما لم يتم الالتزام بمتى ما التوافق عليه، ماذا عن باقي الملفات التي تم الاتفاق عليها برأيك؟ هل تعتقد أنه سيتم الالتزام بما وقع عليه في ستوكهولم في السويد؟ يعني على الالتزام لا أظن، الشرعية هي تقدم تنازلات لا محالة، لكن تنازلات وهي غير مقبولة على الأرض يا أخي. لكن هذا الطرف الآخر اللي هو الانقلابيين وتوابعهم، هل سيلتزمون هم بتنفيذ اتفاقيات؟ أول شيء مثلا لو قلنا مثال بسيط اللي هو إطلاق وزير الدفاع محمود أحمد سالم الصبيحي ورفاقه فيصل رجب وناصر منصور، شيء بسيط يعني قيادات وأسرى حرب أو أسرى مرحلة سياسية مكتظة بكل الأحداث التي حدثت، لكنهم غير ملتزمين ولا لديهم مواثيق، بغض النظر عن أنهم يديرون مناطق تحت سيطرتهم بالقوة والصلابة، وينفذون يعني على المواطنين إما إتاوات أو ما يتعلق في حشد إلى جبهات الحرب، أشياء ينفذونها في داخل المناطق التي يحكمونها، لكنهم غير مجدين لإجراء اتفاق سلام معهم. شكرا لك عزيز. اتصال من السعودية وسيم، أهلا بك يا وسيم. أهلا أستاذ، ما رأيك بما تم التوافق عليه في السويد؟ لم يبقى إلى مستوى تطلعات الشعب اليمني، الشعب اليمني اليوم يبحث عن اتفاقيات جدية تخرجه من الأزمة الإنسانية التي وضعته الميليشيات الإنقلابية فيها. اليوم الشعب اليمني يعاني من أزمة إنسانية خانقة جراء الانقلاب الحوثي على الحكومة الشرعية وما تلاه من آثار كارثية طالت أضرارها كافة المواطنين اليمنيين في جميع المحافظات. أيضا بخصوص الاتفاقيات التي تم مسودة الاتفاقات التي تمت في ستوكهولم، لا ترقى إلى التطلعات والمطالب الحقيقية الذي كان يريدها الشعب اليمني. مثلا لو جينا في الحديث عن الحديدة، نجد أن مسودة الاتفاق كانت منحازة تماما للميليشيا وفيها إجحاف حق أبناء المحافظة وفي الحكومة الشرعية وإجحاف لكل الأطراف في اليمن وفيها مصلحة مباشرة للإنقلابيين. فمثلا نجد أن الميليشيات الإنقلابية مستمرة بقصف مدينة الحديدة ليل نهار، تمارس أبشع الجرائم، تقصف المستشفيات، تقصف الأحياء السكنية، تسيطر على ميناء الحديدة وميناء الصليب، وهذه أكبر كارثة إنسانية. إلى اليوم ميليشيات الحوثي الإنقلابية احتجزت في ميناء الصليب وميناء الحديدة فوق 85 سفينة إغاثية، أيضا قامت بإحراق مخازن برنامج الأغذية العالمي وأتلفت فوق 4000 طن من مخزون تلك المخازن المخصصة لليمنيين في كافة المحافظات. طيب أنت وسيم الآن تشير إلى الوضع في الحديدة، ما تم التوافق عليه في مشاورات السويد فيما يخص الحديدة، هل تعتقد أنه سيعيد الحديدة إلى سلطة الحكومة الشرعية أم ستبقى كما يرى البعض بغطاء آخر تحت سيطرة الحوثيين؟ مسودة الاتفاق لم تشير من قريب أو بعيد إلى أنها هذا، إلى أن مسودة الاتفاق هذه تحيل الوضع الأمني في المحافظة إلى الحكومة الشرعية. على العكس من ذلك، بنود اتفاق الحديدة مسودة الاتفاق هذه لم تشير إلى أن الحكومة هي من تتسلم الأمن، تتسلم إدارة المحافظة. على العكس من ذلك، إن البنود أشارت إلى عدم
التصعيد واستخدام قوات عسكريه الى المحافظه من الطرفين، يعني بان بنود هذا الاتفاق يطرح الحكومه الشرعيه مقابل طرف الانقلابيين بعدم استخدام اي قوات، هذا غير منطقي اصلا، وهذا مجحف حق الحكومه الشرعيه. الميليشيا الانقلابيه هي اللي تستخدم القوات العسكريه وتقتل المدنيين، على العكس من ذلك ان الحكومه الشرعيه والمجتمع الدولي حريص، اذا كان هناك حرص من المجتمع الدولي على مواطنين في محافظه الحديده، عليه مباشره الضغط بكل الوسائل على الانقلابيين للخروج من المحافظه وتسليم الميناء للحكومه الشرعيه. ايضا فيما يخص الميناء، هناك بند من بنود مسوده الاتفاق يقول بان عائدات الميناء تذهب الى البنك فرع البنك المركزي في المحافظه، ويتم الاستفاده منه في تسليم الرواتب، متضمن بان ميليشيات الانقلاب الحوثيه ستنهب هذه المبالغ وتحولها الى بنكوت حربي. مسوده الاتفاق هذه في صالح الانقلابيين تماما. ايضا فيما يخص تعيد، لم يكن هناك نصوص وبنود واضحه تحدد فتح ممرات امنه. اليوم في تعيد نصفين، نصف مع الحكومه الشرعيه ونصف مع الانقلابيين. المسافر من تعز من طرف تعز الى طرفها يحتاج الى ايام وساعات للوصول الى المكان الذي يريده نتيجه التقطعات الموجوده. فكافه بنود الاتفاق في صالح الانقلابيين، وهناك تواطؤ دولي مع الانقلابيين في هذه الاتفاقيه. شكرا لك، شكرا لك وسيم. اتصال عدنان من تعز، اهلا بك عدنان. اهلا وسهلا فيك اخي وفي كل المشاهدين الكرام. عدنان، تعليقك فيما يخص المشاورات السويد، النتائج التي تم التوصل إليها، ولو نبدأ بتعليقك حول ما يخص محافظة تعز. أخي الكريم، أعتقد أن مسألة تبادل الأسرى عبارة عن فرع وليست أصل. فلماذا نهتم بها، وخاصة ونحن في مرحلة شبه نهائية؟ باعتقادي أن هذا الاتفاق ليس سوى متنفس بالنسبة للحوثيين لإعادة ترتيب الصف. كيف لا وقد أوشكت الحديدة على السقوط أو سقطت، وهي آخر شرائر امداد بالنسبة للحوثيين. أخي الكريم، لا يجب أن نتوه في الفرع وننسى الأصل، فالأصل في كل الأوقات يبقى تحرير الوطن من انقلاب مليشي همجي. الأصل هو محاكمة عصابة انتهكت الحرمات وتعدت على سيادة الوطن بمؤسساته المدنية والعسكرية. سنعتبر موضوع تبادل الأسرى إنساني أخي العزيز، ولكن لا يجب أن ننسى أننا في صدد حرب، ولا يجب أن ننسى أن هؤلاء الجماعة لا عهد لها ولا ميثاق، فقد نقضوا العهود تلو العهود وتمردوا عن حتى قرارات أممية. أخي، لا أدري لماذا ينصاع ممثلو الشرعية لحوار يساوى فيه بين الضحية والجلاد، بين الجندي الوطني والمتمرد الميليشي. فهؤلاء أسرى، تم أسرهم في المعارك، هؤلاء قناصين وقتلت أطفال ونساء تم أسرهم في المعارك، بينما أولئك تم أسرهم واختطافهم من بيوتهم، حقوقيين ومدنيين وما إلى ذلك. أخي العزيز، نحن عدنان، أتمنىك لن توجه العتب واللوم لوفد الحكومة الشرعية. برأيك ما هي الخيارات التي كانت متاحة أمام الحكومة الشرعية للتعاطي مع هذه المشاورات والضغوط التي يقال أنها مفروضة على الحكومة؟ نحن نتمنى التوفيق لقادة المرحلة ولا نوجههم، ولكن كشباب يا أخي من منطلق المسؤولية، كشباب صاعد نتطلع إلى المستجدات التي تخدم الوطن، نتساءل ما هي الشروط التي طرحتها الحكومة الشرعية، ما هي الضمانات التي قدمها الحوثيون لعدم تكرار اختطاف المدنيين والنشطاء والحقوقيين والمساومة بهم من جديد في سرقة جديدة؟ ألم يعي وفد الشرعية أخي العزيز بأن هذا سيعود إيجابا لصالح الحوثي، حيث أن الأسرى هم جنود سيعودون لرفض الجبهات من جديد؟ طيب، هذا بالنسبة لتعليقك فيما يخص ملف الأسرى. فيما يخص ملف تعز، نعم، ملف تعز، نحن عندما نتحدث عن موضوع الحديدة، تمام، عندما نتحدث في موضوع اتفاق الحديدة، الحديدة أصلا محررة. فلماذا نقول بأن تم تسليم الحديدة؟ تم الحديدة أصلا قد أوشكت نهائيا على السقوط. لماذا لم يتم فك الحصار على تعز؟ لماذا لا يتم تشغيل مطار صنعاء؟ هذه الأمور الإنسانية. طيب، أشكرك جزيلا. المجتمع الدولي، المجتمع الدولي هل سيتحمل؟ طيب، شكرا لك. نعم. اتصال آخر من تعز، أحمد الشهاب، أهلا بك أحمد.
اهلا وسهلا بك اخي سالم. احمد، تعليقك على ما خرجت به مشاوره السود، لو نبدا فيما يخص النقاط الخاصه بملف تعز اذا كان لك من تعليق. اخي العزيز يا اخي سامي، طبعا نتحدث عن الاسرى بكل مناطق اليمن، يعني اسرى الحوثي كلهم كانوا بالجبهات او جواسيس او جواسيس بالمناطق الذي في سيطره في تحت سيطره الشرعيه. اما اسرى الشرعيه الذين طالب بهم الان لفك اسرهم، من كان جندي بالجبهه يخرج مشلول او مدمون او ميت، واحنا لا يزال يدور القاده يطبخون لهم، لا يعملوا لهم خط. لا تتعبوا انفسكم مع الميليشيات الحوثيه ادوات لامريكا وايران، وتحاول امريكا فرضهم على الشعب اليمني. بالله عليكم جائحه شرعيه، يعني اذا الحين نشوفهم مهتمين بكل اهتمام على الحوثي. الحوثي طالب الان بتسليم الميناء الى الامم المتحده. الحوثي طالب بتسليم مطار صنعاء للامم المتحده. الحوثي طالب بتسليم البنك المركزي للامم المتحده. هذه السيادة والنبي والعزة عنه والكرامة التي تكلم عنها عبد المنعم الحسين، يعني أنا يعني يريدون يتكلمون لهم ويشوفوا لنا إن غرفة تكون رئيس لليمن، ويعني ضروري من هذا الكلام اللي يشوفوه علينا فقط هنا في المشاورات. طيب، شكرا جزيلا لك أحمد شهاب. حول موضوع الحلقة أجرينا استطلاع في الشارع حول نتائج هذه المشاورات، نتابع معك. نأمل الآن أن تكون هذه المشاورات على منحى جديد، وأن يرى أبناءنا المختطفين النور بعد أعوام تقارب الأربع سنوات وهم مخفيين ومختطفين في سجون جماعة الحوثي. كذلك نأمل أن لكل الأمهات أن تقر أعينهم وتهدأ أنفسهم برؤية أبنائهم. أبنائهم هم أوطانهم، فنأمل أن يعيدوا لهم وطنهم الذي افتقدوه أربعة أعوام على توالي. كثير من الأسر ظل أبناؤها مختطفين في سجون جماعة الحوثي لا يعلمون عنهم شيء. أبناؤنا المختطفين يخرجون من سجون جماعة الحوثي بأمراض نفسية، بأمراض جسدية. في اتفاق فيما يخص إطلاق الأسرى والمختطفين، وخلال 45 يوم نتمنى من ذلك عودة الناس هذول إلى أسرهم وإلى أهاليهم وإلى بيوتهم. تحدث الكثير عن آلية اتفاق بين الشرعية وأنصار الله بتسليم الأسرى، وأنا أعتقد أن هي خطوة جيدة، لكن نحن لن نتعامل مع جهة حكومية، مع جهة شرعية، مع جهة شرعية، نحن نتعامل مع الانقلابين ولا نمتلك الثقة، كوننا قد جربنا هذه الاتفاقات أكثر من مرة وقد نقضوا العهود أكثر من مرة. ملف الأسرى والمعتقلين هو ملف مهم، والأصل أن يتم قبل هذا الوقت، ولكن الميليشيات تحس أنها مخنوقة في هذا الظرف، فتسعى إلى إطلاق المعتقلين والأسرى، ولا تسعى إلى تسليم الحديدة وتوقيف الحرب وتسليم السلاح. المستفيد الوحيد هو طرف الانقلابيين وهو الحوثي، أما طرف الشرعية فهو ليس مستفيد، كون أفراد الحوثي تم أسرهم من المعركة، فهم أسرى معركة. أما أسرى الشرعية تم أخذهم من داخل بيوتهم، من داخل أعمالهم ومن الشوارع، فهذا ليس إنجاز يعتبر. والله بالنسبة للمشاورات إن شاء الله نعمل منها خير بإذن الله سبحانه وتعالى. بالنسبة للنقطة الأولى للأسرى، الكل مستفيد، الشرعية مستفيدة والميليشيات الحوثية مستفيدة. اتصال من صنعاء، أم الزبير. أهلا وسهلا. السلام عليكم. الو، ايوه مع ام الزبير من صنعاء. ما رايك بما خرجت به مشاورات السويد بدايه؟ انا كواحده من اهالي المختطفين احس انه الامور مبشره، لكن الواقع هو الذي سيثبت كل شيء. اذا راينا
طب أنت تقول أنك من أحد أهالي المختطفين لدى الحوثيين في صنعاء، وتقول أن الأمور مبشرة بالخير، بناء على ماذا؟ هل لديكم أي تطمينات؟ هل بدأ التواصل معكم فيما يخص الإفراج عن أقاربكم المختطفين؟ يعني أنا لما رحت أزور أخي حسيت أنه مستبشر، وكلام كان من خلال ما يرى في معاملتهم في السجن أن في شيء يعني يدل على هذا الشيء، بس الواقع هو الذي سيثبت أكثر. طيب هناك ترتيبات يعني داخل السجن وفق معلومات وصلتكم أنه سيتم الإفراج عنهم، هناك تغير في المعاملة، طيب هل هناك مدة زمنية تم الإعلان عنها وتحديدها للإفراج عنهم؟ خلال الأربعين يوم مثل ما قالوا في التصريحات. تمام، في باقي الملفات تعليقك حول نتائج هذه المشاورات؟ أنا ما يهمني أكثر هو ملف الأسرى أول شيء، لكن إذا اتفقوا على جميع المحاور فأعتقد أن جميع من ذهبوا إلى السويد اليمن تهمهم أكثر. شكرا جزيلا لك مزور من صنعاء. مختار اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. مختار ما رايك بما خرجت به المشاورات في السويد؟ يا اخي والله رايي يعني اعتقد راي معظم الشارع اليمني بان ما خرجوا به من ابرز النقاط التي خرجوا بها هي يعني بظاهرها تصب الى صالح الحوثيين. ففيما يخص بناء الحديده مثلا وقف اطلاق النار في مدينه الحديده ومنها الحديده الصليف راس عيسى، ايضا تعزيز وجود الامم المتحده في بناء الحديده والصليف راس عيسى، يعني احنا الان نريد الحديده ان تكون يعني تعود الى حفظ الشرعيه، ما الفائده من يعني انها ان وجود قوات امميه في داخل الحديده؟ بالله عليك يعني هل الحرب هذه قامت لاجل ان نستبدل الحوثي بالامم المتحده ويخرج بناء الحديده خارج سيطرة السيادة اليمنية؟ أيضا مثلا تسهيل حركة المدنيين والبضائع وفتح الممرات لوصول المساعدات الإنسانية، وهذه هي دائما الأمم المتحدة تحاول أن توجد ذرائع للحوثيين باسم الإنسانية وباسم مساعدة النازحين. ويعني أنا أعتقد أن النقاط التي خرجوا بها أعتقد أنها صوت في صالح الحوثيين. أما بالنسبة لجمع إرادة الموانئ في البنك المركزي إلى البنك المركزي، فنتمنى أن تكون أن يكون البنك المركزي دوره يعني أحسن ما كان من سابق بعد أن نقله من صنعاء إلى عدن. طيب أنت ركزت في حديثك على موضوع الحديدة، باقي الملفات؟ يا أخي باقي الملفات مثلا بالملف الإنساني، الحوثي الآن هو هناك بشارة خير بخروج المعتقلين الذين لدى الحوثي، ولكن أيضا في نفس الوقت يا أخي العزيز الحوثي الآن يعاني من نقص المقاتلين في الجبهات، فهؤلاء سيخرجون من السجون، ولكن نحن نقول أن خروجهم أولوية من السجون، ولكن نتمنى أن يكونوا أخذوا الدروس الكافية أثناء أسرهم، وأن يكون استوعبوا الدرس جيدا، وأن لا يخرجوا من السجون مباشرة من الأسر مباشرة إلى جماعة الحوثيين. نحن نتفاعل بخير بخروج المعتقلين، ونتفاعل بخير بوصول المساعدات الإنسانية، نتفاعل بخير بخروج اليمن إلى بر الأمان، ولكن يا أخي العزيز صراحة يعني النقاط التي اتفقوا عليها هي في الأول والأخير أعتقد أنها صالح ميليشيا الحوثيين، وفي الأول والأخير أيضا ميليشيا الحوثيين لن تلتزم بأي قرارات ولا بأي التزامات مثل ما كانت من سابق، إلى الآن من يوم أن خرجوا من كوف مران حتى وصلوا أقاصي المدن، يعني كم اتفاقيات وكم معاهدات وكم إبرام مصالحات، ومع ذلك في كل مرة ينقضون العهد، ولا أعتقد أن في هذه المرة الحوثيين سيكونوا أحسن ما كان من سابق إلا إذا كان هناك ضمانات وهناك تعهدات تحت إشراف أيضا الحكومة اليمنية، فنتفائل بخير. أما أنه صراحة أقول لك يا أخي صراحة وجود قوة أممية في ميناء الحديدة بنفس الوقت عدم تعزيز الجبهات سواء من جهة الحوثي أو من جهة الشرعية، يا أخي لماذا تقارن الشرعية بميليشيات إجرامية متمردة؟ هذه قوات شرعية، قوات أتت لتحرير اليمن من هذه الميليشيات، فلماذا تقارنها مقارنة بميليشيات الحوثي عندما تقول يعني يمنع تعزيز الجبهات من الطرفين؟ ما الفائدة من قيام عاصفة الحزب؟ وما الفائدة من الحرب هذه اللي تخوضها الآن الحكومة الشرعية ضد هذه الميليشيات إن لم يكن هناك تحرير؟
للأجزاء المسيطرة عليها جماعة الحوثي، صحيح ولا لا؟ شكرا لك. مختار، اتصال آخر من المملكة العربية السعودية، محمد السوادي. أهلا بك محمد، حياك الله يا حبيب. تعليقك ومشاركتك في ما يخص النتائج التي تم التوصل إليها في مشاورات السويد. والله يا سيدي، بخصوص المشاورات اللي حصلت في السويد، أولا الحوثي لم يلتزم عبر مسيرته الإجرامية باتفاق واحد. كل الاتفاقات التي أبرمت من الحوثي يا أما تكون لصالحه، مثل اتفاق الاستسلام والشراكة، أو أن الحوثي ينقض بها، بدءا بدماج، مرورا بعمران، مع سقوط صنعاء. كل الاتفاقات التي أبرمت الحوثي إما أن تكون لصالحه أو أن الحوثي لا يمكن أن يفي بعهد ولا ميثاق. هذا أمر. الأمر الثاني، أن الحكومة الشرعية تعاملت مع الحوثي مثل ما تعاملت الحكومة أيام الرئيس السابق علي عبد الله صالح، أيام تولت قطر ملف بين الحكومة والشرعية، وهذه تعتبر يعني نكسة للحكومة الشرعية أن تتفاوض مع جماعة إرهابية. جماعة إرهابية تمنحها التشريع، تشريع وجودها وشرعنة وجودها في اليمن. أضف إلى أن الأمم المتحدة تسعى إلى تذليل الحوثي وإلى دعم الحوثي بكل ما تستطيع من إمكانيات، فهي الآن أكثر البنود نصت على وجود وحضور الأمم المتحدة في نشر مراقبين وإلى آخره، وهذا انتقاص من سياسة الدولة. نحن لا نريد أن يتواجد الحوثي أبدا في أي من الأراضي اليمنية إلا بصفته مواطن عادي أو يسلم الأمر، لأن احنا الآن قاعدين نقاتل الحوثي على أنه يعني انقلابي، بينما الحوثي يقاتلنا لأنها من عرق آخر ومن طائفة أخرى ومن جينات خاصة. الحوثي لن يقبل بأي اتفاق، لن يقبل بأي مفاوضات ما لم تصب في صالحه، وعلى وجود مسيرتهم وحياتهم في الأرض اليمنية من دخول جدهم الهادي 1200 سنة، إما أن يكونوا هذه الجماعة يعني تحت سلطة دولة قوية خاضعين لها فيكونوا أمام أمر واقع يستسلموا، أو أنهم يفرضوا شروطهم وواقعهم. هذا أمر يعني لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يخرجوا عن هذا الأمر، إما مستسلمين أو فارضين قوتهم على الناس. طيب أنت رجع عتاب للحكومة، لماذا تتفاوض مع الجماعة الحوثي؟ طيب ما هي الخيارات التي كانت متاحة أمام الحكومة إذا لم تذهب إلى مشاورات السويد؟ الحكومة أمامها كل الخيارات متاحة. الحكومة كانت على مشارف الحديدة، دخلت في أطراف مدينة الحديدة، كان بإمكانها أن تدخل مدينة الحديدة وتفرض أمر واقع. لكن ماذا عن المجتمع الدولي والضغوط المفروضة على الحكومة؟ هو المشكلة مره الرئيس السلال رحمة الله عليه قالوا له نبشرك أن أمريكا اعترفت بك رئيسا للجمهورية العربية اليمنية، قال أخبروني هل اعترفت؟ أرحب. نحن يجب أن نهتم بالداخل، يجب أن نعالج الخلل من الداخل. المجتمع الدولي يتعامل مع من يفرض أمرا واقعا، المستوى الدولي لا يمكن أن يتعامل مع أي طرف ضعيف. نحن كنا نتكلم من مصدر قوة قبل مفاوضات السويد، كنا فارضين أمر واقع وكنا سندخل الحديدة وبغض النظر عن كل ما سيترتب على ذلك، إلا أن مفاوضات السويد جاءت لإنقاذ الحوثي. الحوثي ولد للمجتمع الدولي مدلل، الأمم المتحدة تسعى إلى تدليل الحوثي. هذا الاتفاق بأي شكل من الأشكال ليس انتصارا للشرعية. احنا مش أغبياء نصدق الهاشتاقات ولا نصدق أي أخبار. في الاتفاق أنه سيتولى الحماية والإشراف القوات الأمن التابعة للجيش اليمني، مدير الأمن اليمني بموجب القانون اليمني. أيها قوات الأمن، من هم المسيطرين عليها؟ الحوثي الآن يفرض سيطرته داخل مدينة الحديدة، من سيتولى الأمن؟ مفاوضات السويد خلاصتها أنها تصب في إطالة عمر وأمد الحركة الحوثية. الحركة الحوثية لن تنتهي إلا بحسم عسكري أو بإعلان استسلام تام، لا خيار آخر. كل هذه المفاوضات، كل هذه المؤاترات هي إطالة عمر الحركة الحوثية فقط. شكرا جزيلا لك محمد من السعودية. حول الموضوع أيضا نستعرض بعض المشاركات من الفيسبوك. الأخيد يقول بالنسبة للحوثي لو اقتصرت المفاوضات على نجاح ملف تبادل الأسرى فذلك يعتبر نصر كبير، لأن الإفراج عن الأسرى يعني عودة آلاف المقاتلين الحوثيين للجبهات، في حين أن أسرى الشرعية سيقفون طوابير أمام مكاتب المسؤولين لقبض ثمن بقائهم في الأسرى. زاهر يقول خروج الأسرى الهدف من تعزيز جبهات الحوثي لترجيح الكفة بعد أن ضعفت قوته واستمرار الحرب أطوال.
وضح يقول أسرى الحوثيين قيادات خبراء مفخخات عبوات، بينما أسرى الشرعية صحفيين وإعلاميين ومباشرين وكلهم شماليين. طاهر يقول هل هناك نص معين يحدد الأسرى الذين سيتم تبادلهم مع الميليشيا؟ أقصد أن الأسرى لدى الشرعية من الحوثيين هم مقاتلين وتم أسرهم في جبهات القتال، أما الأسرى لدى الحوثيين فالأغلبية منهم معارضين فقط وصحفيين وسياسيين وليسوا من حملوا السلاح. كيف يتم مباركة هذه الخطوة بإخراج قاتل مقابل صحفي أو مواطن مختطف؟ معاذ يقول بالنسبة لأسرى الحرب إذ تم إطلاقهم لابد من عمل كامب خاص يتم من خلاله إعادة تأهيلهم نفسيا وثقافيا لفترة لا تقل عن 4 أشهر كي لا يعودوا إلى الجبهات مجددا. جمال يقول تنتهي الجولة الأولى من مشاورة غدا وقد أنجز توافق على تبادل أسرى المختطفين، تقدم إيجابي في ملف مطار صنعاء وتمت الموافقة على الرحلة الداخلية. حسن يقول شرعية لا تعرف حتى اسم المعتقلين الذين في سجن الحوثي وهذا لا يستغرب، فموطنها الفنادق. عمار يقول سيعود الحوثيون من السويد وقد حققوا أكثر من هدف، هدنة مجانية في الحديدة، رفض الجبهات مئات المقاتلين بعد الإفراج عنهم من السجون الشرعية وفتح مطار صنعاء، ما وفد الشرعية سيعود وقد حقق بدل سفر. إذن وصلنا لنهاية هذه الحلقة من برنامج المنصة، نلقاكم الأسبوع القادم حلقة جديدة في أمان الله.